الشهر بقى وثلاث شهور يا يوسف. انا قعدت زي ما امرتي. يعني ايه؟ انا مش هسكت. اوعي تسكتي، روحي يا خديجه هانم دلوقتي الفايقه وطلقيها، قولي لها بالنيابه عن يوسف بيك نوار انت طالق. من اذنك. ما تتجوزني يا باشا. ما ينفعش يا صوفيا، أنا عندي بنات وهانم يقطعوكي، وبعدين أنا إحسان باشا، ما ينفعش. مش يمكن أني اللي نجيبوا لك الولد؟ حتى لو جبت الملك برضو ما ينفعش. أنت هنا علشان متعة ومزاج إحسان باشا بس، أي حاجة زيادة ترجعي التياترو دلوقتي. يعني أنت بتزنقني في خانة اليك؟ أوديكي أي مكان تحلمي بيه، بس لما إحسان باشا يبقى عايز أنا أبقى عايز، مش صوفيا اللي تبقى عايزة. أمرك يا باشا. البقية في حياتك يا زكريا. في مين؟ بقية في حياتي في مين؟ جوز بنتك هلاو وبنتي وعيال. بنتك ده الشوطة تخاف تهوب من يمتها. الحمد لله بالسلامة يا ابو نادري. بارك انك طيب يا بنتي، بارك انك طيب. يوسف بيه، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا يا يوسف بيه. اهلا يا حبيبي، فينك غايب عننا من زمان؟ انت اللي كنت فين كل ده يا بحر؟ ما فيش غنى عن هنا يا بيه مهما بعدت. اني هنا روحي ساكنه. اتفضل اتفضل يا يوسف بيه، اتفضل. اهلا وسهلا، يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا. نورت نورت يا يوسف بيه، اتفضل. أخبارك إيه وأخبار الدنيا معاك؟ الحمد لله، لسه راجع من الصعيد. أيوه الصعيد ده، بيقولوا هناك في شوطة. ما أنا رحت عشان الشوطة، الناس ماتت بالميات. يا ستار يا رب. محدش نجا من الموت إلا اللي بيعرف يقرأ. تخيل يا بحر، الجهل موت الناس أكتر من الوباء. عندك حق يا بيه، الجهل بيطفي الناس وبيرفع ناس. يا بيه في ناس ما بتعرفش تفك الخط وبقوا من نجوم مجتمع زي صوفيا هاجوب. الجهل ده مصيبة يا بحر. لولا ان نادرة بتعرف تقرا وتكتب كانت ماتت هي وبناتها. نادرة؟ انت شفت نادرة؟ ايوه.
انت تعرفها؟ ما يعرفوها. ايوه نعم نعرفوها. أنا جيت القصر زمان نطلبوها للجواز والهنم طردتني. ما كنتش أعرف إنه أنت ولا إنها نادرة. أيوه على الدنيا. وهي عاملة إيه؟ أخبارها إيه؟ طمني. أطمنك؟ أيوه طمني. يوسف بيه أنا عارف إنك حبيتها وهي كمان حبتها. عارف من فين؟ يوه ياما شفتكم. شفتنا؟ فين؟ في القصر في الجنينة. كنت بنطل عليها من ورا السور، كنت بشوف الحب اللي في عينيك ليها واللي في عينيها ليك. انت حبيتها يا بحر؟ ولسه لحد دلوقتي بحبها. ولو فاضل في العمر يوم نتمنى يكون ليها. الظاهر محدش بيحقق منايا في الدنيا دي يا بحر. احنا اتخلقنا بس علشان نتمنى. لا لا يا يوسف بيه، في فرق كبير قوي بيني وبينك. أنا وجعي أكبر بكتير قوي من وجعك. وإيه فرقه يا بحر؟ فرقه كبير قوي يا بيه، فرقه كبير. يعني ما تاخذنيش، هي على الأقل حبتك، لكن أنا حبيت اللي ما حبتنيش. يوسف بيه، ما فيش حاجة توجع أكتر من إن اللي قلبك يريده ما يريدكش. عندك حق، كويس إنك ما كرهتنيش. لا نكرهوك ليه بس يا بيه؟ هو ظلم وخلاص. نكرهوك وأنت حاببها. أني كل اللي تحبه نادرة حبيبي. يوقع مني. ياس خير يا ياس؟ خير طبعا. دي هدية بات ويوسف بيه دوار عندكم. هدية؟ كل دي هدية؟ يلا خلي بالك ونزل ده جوه. يلا يلا سرعة شوية. يلا Thank you.
ما كانش العشم يوسف بيك. أنا لو أعرف إن دي آخرتها ما كنتش حطيت إيدي في إيدك وجوزتك بنتي. صدقني يا باشا ده في مصلحة الهانم بنتك. كده تقدر تكمل حياتها مع حد تاني ويكون لحضرتك منها أحفاد وتفرح بيهم. أنا يا باشا مش بخلف. وما كانش يصح ولا من المروءة إني أكمل مع بنت حضرتك. ولا كان يصح ولا من المروءة يوسف بيك إنك تيجي تقول الكلام ده دلوقتي. كنت صرحتنا من الأول. بدل ما تشوه سمعة بنتي وتخليها مطلقة. في دي معاكي حق هنا. لكن الإنسان دايما بيبقى عنده أمل. أرجو السماح هنا. على العموم أنا جيت لحضرتك يا باشا عشان أوضح موقفي وده حقك. وعشان كمان أقول لكم إن بنت حضرتك ما شفتش منها إلا كل خير. ودي جازتنا في الآخر. البنت صبرت وأنت تعمل فينا كده. خلاص يا هانم مالوش لزوم. وأنا احتراما للصداقة اللي جمعتني بنوار باشا والدك أنا هقبل بالزيارة والتوضيح يا ابني. لكن يا باشا ده من فضلك يا هانم. الراجل جاي يعتذر وبالأصول. وفي الأول وفي الآخر الموضوع نصيب. ولو ما كناش الطبقة اللي هتحافظ على الأصول وتقبل بالعذر مين اللي يعمل كده؟ شرفت يوسف بيك. عن إذن حضرتك. خديها مني نصيحة ما تزعليش خديجه هانم خالص. حاضر دي أمي. لا أمي أنا بس والنبي ما تزعليها عشان أنا زهقت ومش مستحمل وفي الآخر زعلها مش بيجي غير على دماغي أنا وبس. مبروك. دي التالتة يا رب اطرح فيها البركة يا رب. ايه ومين؟ اني علي بحر يا عم زكريا. علي بحر يا مرحبا. فاكرني؟ علي بحر بتاع العود. هي يعني يا مرحبا. اتفضل اتفضل. يا مرحبا. وايه اللي رماك عندينا؟ زمان جيت مره القصر بطلبه ايد نادره وقلت لي لا. وبعدها انت اللي جيت لي مره وانا اللي قلت لك لا. التالتة تابتة يا عم زكريا. انا جاي لك الصعيد عشمان. جاي من هناك لهنا عشان تطلب يد بنتي. مش عرفك انها خالي. المشغول بحد بتوصله اخباره يا عم زكريا. انا الدور ده ماليش فيه يا ابني. نظرة أرملة معاها بنتين والجول جولها. هكمل حياتي زي ما ربنا قسم وحكم يا بوي. قول للراجل جيتك على راسنا. لكن نادرة مش عايزة. طب قول لها لو ينفع نخش ونشوفوها دقيقة واحدة يا عم زكريا. عقلك خف هناك. البت جالت تشرب شاي ولا اعمل لك قهوة. عليك في الجواز مرتين لكن اقول لك قولي انا مش دايم لك.
والليل والنهار غدرين يا بنتي، هتقعدي وحدك. عارفة وراضية. الله الله الله، الجميل ماله؟ مين اللي مزعله؟ زهقنا يا احسان. زهقنا وانا موجود؟ وانت موجود كل فين وفين؟ والله على قد ما اقدر. يعني ايه اللي جد؟ اللي جد اني مليت يا احسان باشا. اني ست بتاع الدنيا وبهرجه اصداف يعني، وما تنساش انك خطفتني واني نجمه. نبره صوتك مش عجباني يا نجمه، انا راجل كبير وخلقي ضيق. واني كمان بنكبره يا باشا، ولو ما لحقتش اجيب لي عيل يسليني في الكراكون ده هنتجننه. لا الجنين احسن يا وظاف. يعني ايه؟ يعني الكلام ده ما اسمعوش تاني، وتقعدي هنا في البيت زيك زي اي حته موبيليا هنا في الكراكون اللي بتقولي عليه ده. يا كده يا تمشي، لو مش عاجبك الكلام ما اشوفكيش، امشي وما اشوفكيش تاني خالص. يا سيدي انا مش عايز منك حاجه، هي ورقه بسيطه تقطعها من مجلد التراث وخلاص. بس دي مسؤوليه كبيره يا باشا. ما انت كمان هتاخد فلوس كتير. يا سيدي اعتبرها ورقه مش موجوده وراحت لحالها. بس احنا العين مفتوحه علينا قوي اليومين دول. شفت غمض عينك بكام؟ ما هو يا باشا هنشوف غير. لا غيري ده مفيش غيري. يبقى انجز. أوامرك يا باشا. اعتمدي علي بقولك. صحيح طلباتك صعبة لكن اعتمدي علي. والله يا لبنى أنا ثقتي فيكي صفر، لكن أعمل إيه ما قداميش غيرك. صفر؟ هي بقت كده؟ طب أنا ماشية. ما تهمدي بقى، والكوافير اللي أنا عازماكي عليه ده أنت هتذليني كمان؟ مش عروسة، أذلك براحتي. ماشي يا ستي، طلباتك التانية إيه؟ ها؟ قصري. زمايلنا في الجورنال ما عازمش ولا حد فيهم. أيوه مظبوط. طنط سميرة وطنط رجاء بقى وألفة وصافي وسالي بحبك قوي يا سلومة، دول بقى هعمل لهم جروب مخصوص وشيروا بمعاد غلط ومكان غلط. مظبوط صح كده. وانتي بقى؟ مش جاية. تبقي عملتي طيب؟ يعني هتتمم الجوازة يا فاروق؟ هندي سلمى الواحد ما نعرفوش؟ هنعرفه يا هدى. لسه هنعرفه؟ طب ايه لزوم الاستعجال؟ مفيش استعجال، انت عبيطة، انت فاكريني سهل؟ ما ده اللي انا مستغرباله، ساكت ليه؟ مين قال؟ بنتي حبت واحد وعايزه تتجوزه، اقول لها لا؟ والله افضل جنبها لغايه الاخر واعرف واطمن. يبقى اطمني انا كمان. لا اطمني، انا عارف الولد كويس وعارف مين اهله وعارف جدوده وعارف تاريخ القصر من يوم ما اتبنى لغايه ما هيبقى قصر سلمى فاروق. قصر سلمى فاروق؟ طبعا. الولد شاب كويس ومتعلم وعنده قصر، دي حاجه مش وحشه. قصر ايه؟ المهم طباعه واخلاقه وهيتعامل معاها ازاي. هو يستجري، مين يقدر يزعل بنتي؟ وايه اللي مخليك متاكد قوي كده؟ والله لو نيته صافية يبقى كويس، والطيبون للطيبات. طلع طماع برضه يبقى كويس، يبقى واقع في ايد اللي بيعرف يتعامل مع النوع ده كويس قوي. في الحالتين اطمني ما تقلقيش. بنتي بالصفقة يا فاروق، المكسب والخسارة في الفلوس يتداو، لكن دي حياة دخلها بقلبها والخسارة فيها ملهاش دعوة. وأنا بقى ما عنديش أغلى من سلمى عشان قلبي يتوجع عليها. سلامة قلبك يا هدود يا قمر. في إيه؟ قلت لك اطمني ما تقلقيش، انت ام العروسه، بطلي نكت يلا روحي خليك جنب بنتك وافرحي وسيب الباقي عليا. Thank you.
أنا ما لقيتش ورقة القصر في مجلد التراث. إيه الأخبار الحلوة دي؟ طب أنا دلوقتي نكافئك بإيه؟ تفتكر لا مؤاخذة يعني الورقة دي راحت فين؟ أنا عارف إن حضرتك مش هتصدقني. لا يا راجل، مين قال مش هنصدقك طبعًا؟ نصدقك ونصدقك أكتر لما تجيب لي المجلد وتجيلي لحد عندي. إزاي يا أحمد بيه؟ ما ينفعش، دي عهدة. لا 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 طبعًا، أنا معجب بأمانتك جدًا. بقول لك إيه؟ الفلوس اللي خدتها ترجع لي. حاضر. وأنا هنعرف إيد مين اللي قطعت الورقة ديت وهنقطعها له. استنيك ترجع الفلوس ليا. ما كنتش مصدق نفسي اني رايح القاهره انا واكرم عشان نخطبك ليا. بقالي سنين ما رحتش القاهره، واول مره نقفل القصر وامشي. عمري ما عملت كده، لكن كنت مطمن المرة دي القصر فيه أكتر من طرف ممكن يحميه، وكانت الخطوة الأهم اللي هتقربني منك. ايه رأي العريس في العربية اللي أجرتها له؟ دي على حسابك طبعا. شكرا. شكرا. ما دام مستعر مننا ومن لبسنا، واخدنا معاك ليه؟ مش مستعر ولا حاجه، بس دي ناس بتاخد بالمظاهر، انا عارفها. من امتى يعني بتجيب لي عالي لبس؟ لولا اني مش عايز انكد عليك وعليهم ما كنتش قبلت. ايه عزه النفس المفاجاه دي؟ ما انت بتقبل اكتر من كده عادي. ناخد لوحات واعمل زيها؟ ده مش سلف ولا شحاته، ده شغل. شغل؟ طب يلا قبل ما العيال تاخد بالها. الله، حلو قوي، برافو يا اكرم والله. يا رب كل يوم فرح، بجد فرحتني قوي يا اكرم. ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا استاذ شكري؟ ازيك يا لوكو؟ ازيك يا جماعه، عاملين ايه؟ نورتوا وانستوا، اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا. شكرا يا لوكو. العفو. عن اذنكم. اتفضل. الف مبروك يا سلمت. الله يبارك فيك. مبروك يا طنط. اهلا يا طنط. زي حضرتك. الله يبارك فيك يا عقبالك. تسلمي. اهلا. كده برضو يا لبنى؟ انا قلت اللي بيحبوك هيفرحوا لك، واللي بيكرهوك هيتغاظوا، فعزمت الكل. مبروك يا سلمى. الله يبارك فيك يا استاذ شكري. الله يبارك فيك، شرفتنا. مبروك يا سلمى. الله يبارك فيك يا حامد. والله كتر خيرك انك عزمتي امثالي. الواحد لما بيدخل الاماكن دي
بيحس انه حرامي ممكن يتقبض عليه في اي لحظه. والله احساسك في محله يا حامد. الحق الدره بقى لا تتقفش. ازيك يا نبيل؟ مبروك يا سوسو. الله يبارك فيك. الف مبروك يا عروسه. عروسه ايه دي؟ لسه خطوبه. فاخشينهم فهم لا يبصرون. الهي يا لبنى يوم خطوبتك شعرك يولع. العريس. العريس يا سلام. شكرا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك؟ ازيك يا اكرم؟ الله يبارك فيك. ازيك؟ الله يبارك فيكي يا مدام سعيد. الله يبارك فيكي. ازيكم؟ وحشتوني. اتفضلي. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير. اكرم اخويا. اهلا وسهلا. سلام. والمدام بتاعته؟ ازيك يا مدام؟ يوسف انا عايزك جوه دقيقتين قبل ما نقرا الفاتحه. طبعا تحت امرك. مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. النهارده انت دخلت بيتي عشان تطلب ايد بنتي وربنا وفق وانا موافق. سلمى هتكون اغلى حاجه عندي وربنا قدرني ونقدر نساعدها. يا رب. وهنشوف اغلى حاجه عندك دي سلمى ولا القصر؟ ايه وجه المقارنه؟ الواحد لما بيحب حد بيبقى اغلى عنده من اي حاجه. انا شخصيا سلمى اغلى عندي من كل ما املك. لكن الغلاوه مش ملكيه يا فاروق بيه. الغلاوه حاجه اكبر من كده. حلو الكلام، لكن يفضل كلام. يبقى حقيقه امتى؟ لما تكتب القصر باسم سلمى. ساعتها اصدقك واطمن لك. القصر؟ هو صحيح القصر ملكي وانا الوريث. ايوه، لكن انا رافع القضيه علشان نثبت انه عدى عليه اكتر من 100 سنه ويدخل اثار والدوله تحميه بدل ما يتهد. فاروق بيه انا سنين بنحارب لوحدي علشان القصر ما يتهدش ويتاخد ويتبنى مكانه عماره. مين اللي قال القصر عدى عليه 100 سنه؟ هي دي الحقيقه يا فاروق بيه. التاريخ، مجلد التراث، كل حاجه بتقول كده. ايه رايك في الهديه البسيطه اللي انا جايبها لك دي؟ المحامين اللي انت رفضتهم هيقدروا يثبتوا ان القصر ده حتى ما عداش عليه 80 سنه. وساعتها يبقى القصر ملكك ونشوف هيبقى اغلى عندك هو ولا سلمى. ورقه القصر في مجلد الاثار. ازاي سرقتها؟ عيب. في حد يكلم حماه كده؟ بقى انا هديك وانت تقل ادبك عليا في بيتي؟ لكن أنا مش عايز القصر. خلاص يبقى تكتبه لسلمى. أنا عايزه يبقى آثار. براحتك. بنتي برة وناس فرحانة وأنت براحتك. يعني إيه؟ يعني نطلع ماسكين إيدنا في إيد بعض ونقول مبروك، يا تطلع لوحدك تقول أنا مش عايز.